صباح الخير، ازيكم؟ اتمنى تكون الفيديوهات بتفيدكم، واتمنى انكم تكونوا كمان بخير، وانكم تكونوا بتذاكروا كويس عشان خلاص الامتحانات على الابواب. النهارده احنا هنتكلم عن الفصل الثالث في الفلسفه. الفصل الثالث عندنا بيتكلم عن الفلسفه واخلاقيات المهنه، وده فصل مهم جدا، وعلى الرغم من انه مهم جدا الا ان هو سهل جدا، يعني ما فيهوش حاجه صعبه. طيب، من اهم الاسئله اللي بتجيلنا دايما: عدد قيمه العمل في نهضه الامم. تكلم عن قيمه العمل في نهضه الامم، يمثل العمل الشرط الاساسي لنهضه الامم. انا لما هجاوب هقول ان العمل ده من الوظائف الاساسيه اللي بتميز الانسان عن الحيوان. الطبيعه بتمنحنا خيرات كتير، بس بتبقى في صوره مش مباشره لاحتياجاتنا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اخدها على طول واستخدمها، زي مثلا الأعشاب اللي بتديها لنا الطبيعة. أنا ما بحتاجهاش أو ما باخدهاش كده هوت كأعشاب، أنا أغلبية الوقت بحتاج إن أنا أطحنها مثلا وأحولها لحبوب. إذا أنا عملت إيه؟ أنا هنا اشتغلت. مش بس كده، أنت عندك كمان الشجر، ما أنت بتاخد منه بخشب. هل بتاخد الشجرة كده تحطها في البيت، ولا بتاخد الشجرة وتبتدي تقطعها وتبتدي تعمل منها خشب يتناسب مع احتياجاتك اللي أنت هتبقى محتاجها في البيت، سواء كان كرسي، سواء كان ترابيزة، سواء كان مكتب، وهكذا. من هنا بيظهر ان الانسان بيبقى دايما مضطر للعمل عشان يروض الطبيعه، عشان يحسن استغلالها، علشان يبتدي يستغلها بشكل يتناسب مع احتياجاته هو. هو مش بس بيكتفي بان هو ينجز العمل ده بايديه، لا، هو كمان بيبتدي يستخدم في العصر الحديث ده تقنيات متقدمه، ودي اللي بتمثل الجانب الابداعي في عمل الانسان. طيب، من الاسئله برضو اللي بتجيلنا في الدرس دوت: اعرف مفهوم الأخلاق المهنية. طيب، إيه هي الأخلاق المهنية؟ لازم نبقى عارفين الأول إن الأخلاق المهنية دي بترتبط بالأخلاق العامة. العلاقة بينهم هي علاقة الكلي بالجزئي. يعني الأخلاق المهنية دي هي جزء من الأخلاق المثالية أو من الأخلاق العامة اللي هي موجودة أصلاً في الإيه؟ في العام، في المجتمع ككل. هنا الأخلاق المهنية دي اللي بيحركها أو اللي بيخليها مختلفة هو الطابع العملي التطبيقي اللي بتستمد منه مبادئها ومعاييرها. إيه هي الأخلاق المهنية؟ هي دي عبارة عن المبادئ والأسس والمعايير الأخلاقية اللي أنا ما أقدرش أشتغل من غيرها. ما أقدرش أنا كمعلم النهاردة إن أنا أقوم بشغلي من غيرها. ما يقدرش الطبيب إن هو يشتغل من غيرها. ما يقدرش المحامي إن هو يشتغل من غيرها. دي الطابع الإلزامي لسلوكي ولسلوك المعاني ولسلوك الدكتور. انا مش بس هي او هي مش بس بتقوم على الضمير او على الوازع الديني، لا، دي كمان بتقوم على القواعد اللي انا بستنبطها من الممارسه العمليه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا مدرس اول سنه بدرس، بيبقى عندي مثلا ايه؟ بقوم بدور من خلال ضميري او من خلال الوازع الديني ان دي امانه في الاول وفي الاخر، وان انا لازم اؤديها بمنتهى الامانه. جميل. الحاجة التانية بقى اللي ببتدي استنبطها السنة اللي بعدها هو ان انا بحسن من اسلوبي، بشوف مثلا الولاد استفادوا مني في ايه وما استفادوش مني في ايه، فبالتالي احسن اكتر، وهكذا. طيب، انا كمان لازم ابقى عارف ان الاخلاق المهنية دي مهمة جدا. الفلاسفة اختلفوا فيها علشان يحددوا طبيعة المعايير اللي انا بتكلم عليها او الاسس اللي هي بتقوم عليها. بمعنى اصح، كان عندنا 3 فرق، وهنا برضو بيجي لنا سؤال مهم بيقول لنا: اختلف الفلاسفة حوالين تحديد معايير أخلاق المهنية. أول فريق، الفريق ده كان بيحمل بين طياته كده الطابع الخاص أو الطابع العام، كان بيتكلم عن خصوصية الأوامر والنواهي اللي بتلزم المعلم أو الطبيب أو رجل القانون إن هو يؤديها، بغض النظر بقى هو بيقول الشخصية بتقول إيه، ديانته بتقول إيه، واقعه الاجتماعي عامل إزاي. أصحاب الرأي دول رفضوا كل أشكال السلطة، سواء كان الدولة، الدين، الأعراف السائدة. لأ، قالك إن الممارسة العملية هي بس المسؤولة عن المعايير دي. يعني أخلاق المعلم هي القانون اللي بتلزمه في مهنة التدريس، بغض النظر عن هو راجل أو ست، بغض النظر هو مصري أو أمريكي، بغض النظر كمان عن ديانته. طيب، الفريق التاني بقى قالك ضرورة ارتباط أخلاق المهنية أو الأخلاق المهنة بالطابع الثقافي اللي بتمارس فيه. يعني إيه؟ يعني المعلم ده لازم تبقى أخلاقه كده هو
او عنده نوع من انواع دفء العلاقات اللي بتربطه مع تلاميذه، يبقى في نوع من الاخلاص في العمل، في نوع من العداله، في نوع من ان هو يقيم بمنتهى الامانه، في نوع من الترفع عن الرذائل، يبقى بعيد عن التعصب بكل اشكاله. الامور اللي هي بتتعلق مثلا باجر المعلم، ضروره احترام الاعراف العامه، القوانين، ميول الطلاب ومعتقداتهم، كل الكلام دوت هو راجع لطبيعة الثقافة اللي بتبقى سايدة في المجتمع ده من جهة، والشخصية برضو المعلم من جهة تانية. الفريق التالت بقى كان بيتكلم عن ضرورة فحص الثقافة اللي بتبقى سايدة أصلا في المجتمع قبل ما ابتدي أحط المعايير الأخلاقية لمهنة المعلم. يعني إيه؟ يعني مثلا أشوف إيه السمات الخاصة بالمعلم اللي موجودة في المجتمع، سواء كانت الميول، المهارات الأدائية. تاني حاجة إيه طبيعة الناس المتعلمين. تالت حاجة المعلم ده وضعه ومكانته في المجتمع شكلهم عامل إزاي. أنصار الاتجاه ده كانوا شايفين إن معايير مهنة المعلم مش بس بتراعي المؤثرات السابقة، لأ دي كمان بتتحول لشعارات أو قوانين أو لوائح جامدة، وسرعان ما الواقع بيتجاهلها أو بيتحايل عليها. الشخص اللي بيبقى كاره ان هو يدرس، او اللي بيبقى مثلا المجتمع بيحتقره كونه معلم، هو بيبقى اكتر حد حاسس ان هو عاجز عن ان هو يأدي مهنته، او هو حد مش قادر يأدي مهنته بمعنى اصح بشكل كويس. ليه؟ لان هو بيبقى محتاج ان يبقى فيه التزام من المجتمع بأداب بأخلاق المعلم. يعني ايه؟ يعني المجتمع يبقى حاسس بدوره، المجتمع يبقى شايف ايه هو وظيفته، المجتمع يبقى حاسس ان الراجل ده فعلا بيقدم خدمة جليلة ليه، مش دوره ان هو بس معلم بيقوم بخدمة وانا بديله فلوس والموضوع انتهى. لا، الموضوع اكبر من كده. بيجي بعد كده بيقول لي من الاسئلة اللي بتجيلنا برضو، ايه هو الالتزام الخلقي وتطبيق الالتزام المهني؟ يعني ايه الكلام دوت؟ اخلاقيات المهنة اللي احنا بنتكلم عليها دي هي من ضمن القضايا الفلسفية التطبيقية. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هي عشان اقدر البي الحاجة للواقع اللي بتعجز عنه الاخلاق العامة والاعراف والتقاليد عن اصلاح المجتمع، ان هو يقوم سلوك الافراد، الناس اللي بتشتغل في المؤسسات العامة او المؤسسات الخاصة، وده اللي بيدفعنا لبناء ايه؟ نسق اخلاقي. انا بحاول ان انا أقوم أحوال المهن المختلفة، ده السبب المباشر لظهور مفهوم الأخلاق المهنية. وهنا دايما بيجي سؤال يقولي ليه بيقوم، أو ليه مثلا إيه اللي ظهر، إيه اللي دفعنا إن إحنا نظهر مفهوم الأخلاق المهنية؟ ده بيبقى دايما راجع لعجز الأخلاق العامة إن هي توفي بكل اللي بتحتاجه كل مهنة من التزام خلقي أو التزام مهني من جهة، وتاني حاجة حاجة المجتمع نفسه عشان يصلح الخلل الأخلاقي عن طريق إن هو يبتدي يحط معايير جديدة للأخلاق التطبيقية عشان أقدر أظبط سلوك المهنيين من جهة أخرى. ودي حاجة مهمة جدا، إحنا كتير جدا بنشوف ناس مش ملتزمة بقواعد وأخلاقيات مهنتها، زي الموظف كده العام مثلا، الموظف اللي بيبقى بيشتغل في الحكومة اللي بيستخدم كل إمكانياته ومؤسسات وممتلكات المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها عشان أغراضه الشخصية. الطبيب اللي ساعات بيدخن قدام مرضاه، المعلم اللي بيدخن برضه قصاد تلاميذه، الإعلامي اللي ما بيبذلش جهد إن هو يتأكد من الخبر اللي جاي له، المصنع اللي ما بيلتزمش بالمواصفات ولا المقاييس المعيارية اللي بتحطها مثلا حماية المستهلك، المهندس اللي بيشوف مثلا خامات اقل من المطلوب او اقل من المواصفات المطلوبه وبيعديها عادي، ضابط المرور او السائق اللي بيخالفوا الاتنين قواعد المرور. كل دي ناس ما بتتبعش اخلاقيات المهنه، وكان لازم لها حد يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. التاجر اللي بيبالغ بصوره كبيره جدا في توصيف جوده المنتج، زي مثلا ده الشامبو ده هيخلي شعرك بيلمع، هيخلي شعرك ناعم، وهكذا الكلام اللي بيبقى خداع لأغلبيتنا. المعلم اللي ما بيفصحش مثلا
اللي بيروح جاي قايل للتلاميذ بتوعه انت جبت كذا في امتحانك وجبت كذا في امتحانك، غلط، ما ينفعش. ويجي عند طلاب تانية يقول لهم لا انا مش هقدر اقول ليه. المدير اللي ما بيلتزمش بوقت العمل، بيعتبر نفسه لا من حقي ان انا امشي في وقت من غير قبلكم واجي بعدكم. كل الناس دي اللي ما تلتزمش باخلاقيات المهن، كل الناس دي كانت محتاجة اخلاقيات المهن، كان محتاجة معايير معينة عشان تقدر تمشي عليها. هنا احنا لازم نقول ان الموقف الاخلاقي الصحيح لاصحاب المهن المختلفة ما بيتحققش غير لما الانسان بيشعر بحاجته لقوة او لسلطة لالزامه باداب واخلاقيات المهنة، سواء كان الوازع الاخلاقي الداخلي اللي بيتفق دايما مع ضميره وثقافة المجتمع ومتطلبات تطوره، مش بس كده كمان والزامه باخلاقيات المهنة. دي بتبقى حاجات مهمة جدا بالنسبة لنا، لو ما عندناش اخلاقيات المهن دي احنا كان زماننا دلوقتي في ناس كتيرة قوي 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 مش ماشيين صح، او مش ماشيين في شغلهم صح بمعنى صح. اتمنى تكونوا استفدتوا، وهنكمل الحصة الجاية وربنا معاكم يا رب.